ايه تاني يا كابتن الحاجة يوسف؟ التانية كان في لقطة في نص الملعب للعيب الغازي المحلة، دهس كامل على أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، وطلع بجسمه بالكامل بالاستاذ على رجله. كان لازم حكم الفار زي ما استدعاه في اللقطة دي، كان لازم يستدعيه في اللقطة التانية، وكانت كارت أحمر مباشر للاعب غازي المحلة. في لعبة تانية برضو لأكرم توفيق، مش عارف معاكم ولا لأ، الراجل طالع بهجمة وعدى من المدافع، المدافع لم يصل الكرة النهائي، وبالتالي كانت ركلة جزاء سهلة جدا للنادي الأهلي لما يتم احتسابها. وعايز أقول يعني الفار كان لازم يتدخل فيها، لعبة ركلة جزاء سهلة للنادي الأهلي، بتتكلم في إنذارين، في كارتين أحمر وركلة جزاء للنادي الأهلي، فده كتير في ماتش واحد، في ماتش كبير زي ماتش غزل المحلة والأهلي. طيب ده مباراة الأهلي وغزل المحلة.